النهارده العديد من المفاجآت اكيد قبل اللحظات القادمه، واخبار عن الصفقات الجديده ورحله لجماهير الزمالك ان شاء الله في المباريات القادمه زي ما شفنا الرحله اللي فاتت باتوبيسات كبيره جدا. هناك العديد من الاخبار الساره بلا شك لجماهير نادي الزمالك اللي متابعانا، لكن تقرير جماهيري كابتن مصطفى وجهه لكم العديد من الاسئله. انا اخر موضوع الحكام لان عندي بعض المعلومات، لكن نشوف بعض الاسئله من الجماهير اللي وجهتها لك انت والكابتن جمال عبد الحميد برضو، لان جماهيرنا تهمنا جدا جدا. نسمع تعقيب حضرتك ونسمع تعقيب الكابتن جمال. ما فيش شك ان الجماهير هي عاصفة كره القدم طبعا، ويمكن بقى في روح شويه في الماتشات يا خلود عشان بقى في جماهير. نتمنى الموسم الجديد زي ما بتشوف كده ملاعب اوروبا كلها يبقى الملاعب كلها على الاخر. طبعا انا بشكر جدا جمهور نادي الزمالك واعضاء الجمعيه العموميه، لان واضح انه في نادي الزمالك هي بيتكلم حد منهم الزملاء بيتكلم على صراحتي، وانا بقول له صراحتي مش من دلوقتي بس، من وانا بلعب في الشارع حافي قبل ما ابقى مصطفى يونس. حته ان قناه الزمالك مدياني مساحه من الراي عشان انا بشتغل في قناه الزمالك، يمكن من قبل ما نسمع التقرير او الاسئله ليا وليا جيمي انا كنت مختلف مع جمال على الحكام، صح، بدليل ان انا ليا حريه مطلقه في ان انا اقول رايي طبعا، ودي طبيعتي طول عمري. يعني دي طبيعتي طول عمري. مدرب الاهلي، لا جمال بقى يجاوب على السؤال ولا انا اجاوب عليهم كلهم؟ لا بص بقى، لا ما انت هتجاوب على مدرب الاهلي. طيب. سألك انت انا هتسال انا لا الفرق بين سؤال وانا سؤال. ايوه سؤال ليك، سؤال ليك خلاص، خلينا اخلص انا وانت كمل. طيب رايي في مدرب الاهلي الجديد، دايما طول عمري انا ما اقدرش احكم على مدرب لا عمل فتره اعداد ولا اختار لعيبه وجاي والموسم شغال، يعني مش عارف اسماء اللعيبه. لما جبنا مانويل جوزيه اللي بيعتبروا اسطوره ده خسرنا الدوري اول مره. تعتبره اسطوره؟ لا طبعا، الاسطوره اللي يعمل فريق مش الفريق يعمله، وانا ده رايي فيه من زمان. يعني هيديكوتي عمل فرقه، فايس عمل فرقه وكلهم صغيرين. مش هروح اشتري فرقه الاسماعيلي وفرقه الزمالك وفرقه المحله. ما علينا، لا تاكيد على كلام كابتن مصطفى، انا بختلف مع حضرتك وبختلف مع الكابتن جمال في حاجات، حتى في الحكام وفي حاجات كتيره جدا، لكن انا حابب اعقب واقول من وجهه نظري الخاص بنادي الزمالك او بوجهه نظري خاصه بالمدير الفني لنادي الزمالك، هو ده اللي انا حييت فيه قبل كده من هنا امير مرتضى منصور المشرف على كره القدم في اختياره لفريرا ونجاحه في اقناع المستشار مرتضى والمستشار مرتضى طبعا في قراره لاتخاذ فريرا مدير فني. يا كابتن جمال هنا ليه اختار ليه المستشار ما اتكلمش؟ ليه؟ لا ده اقتنع بفريرا. بسالك سؤال ليه؟ لانه شايف طبعا ان مصلحه الزمالك في هذا الرجل. انا ماليش دعوه بقى، انا ماليش دعوه، مختلف معاه مش مختلف معاه، انا ليه بالظبط مصلحه النادي الزمالك فين بالظبط كده؟ كان قرار جريء جدا، عارف زي ايه يا جمال؟ والناس ما كانتش مصدقه، يقول لك لا ده اتخانوا مع بعض، اتخانوا ايه؟ لا ومش هيجي ده كلام بس، فرحه الجماهير والاعضاء في دوت، يبقى انا اجي لازم يدعي زي موضوع عبد الله السعيد. انا عندي مصلحه في عبد الله السعيد، لازم اقعد عبد الله السعيد. مش انت بتقول احتراف؟ لازم اقعد الواد الصغير ده اسمه ايه؟ رمضان صبحي. رمضان صبحي يعني ده افضل لعيب في مصر. لكن دي مصلحه النادي الاهلي. انا بقى الكلام اللي بيتقال ده انا مش موافق عليه. انا شايف ان فريرا معجزه و صناعه الفريق زي ما انت قلت. بص بص بص، يعني عمل فريرا عامل زي مين بالظبط؟ الفريق عامل زي هيديكوتي. هيديكوتي ما غيرش تغييره ما كسبناش بيها. هيديكوتي عينيه على اللعيبه، وهو ده الفرق بين مدرب ومدرب بالظبط. فيريرا بيقرا الملعب وبيترجمه. صنع فريق، ما انا بقول لك اهو صنع. شفت انت قلت ايه؟ صنع فريق. صنع فريق طبعا، مش الفريق اللي صنعه. ايوه خلي بالك من الجمله دي، انا قصدي ارجو ان الناس تفهم.